السلام عليكم، تحية لجميع المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب، وكنتمنى إن شاء الله منها نقول رمضان مبارك سعيد وعيد مبارك سعيد، لأن على أبواب العيد إن شاء الله. سؤال ديال الطفلة نور مع المحامي. فعلا أن كتعرفوا أن جميع المحاكم أنها مسدات دابا، يعني بهذا الوباء وهذا الحظر اللي كاين وكل شيء واقف، ولكن باقي خلال انا كنتكلم معكم وعندي واحد كنشوف ان الطفله نور ولا شخص سول عليها. علاش؟ لان بحال غتصبح مجهوله الهويه في واحد البلاد اللي هي دوله الحق والقانون، لان كنشوفوا ان المحامي الاب الشرعي اللي كنقولوا الاب الشرعي وكنتحملوا المسؤوليه على الكلام اللي كنقولوا، انه ولا معاونة لهاد الطفلة اللي صراحه قال من الام ديالها ما كاينش اللي غادي يخدم عليها، ما كاينش، يعني جات في واحد الظروف ما كتخدمش لان كان عندها مشاكل في المحكمة ديال الأسرة والمحكمة ديال الجنايات والتقفيل واعطاء تهم خطيرة اللي باش تعتقلات في سجن عكاشة. فانا عندي واحد الميساج اللي باغي نوصله خصوصا للمحامي. بالله عليك، بالله عليك، يعني انسان كتشوف ان طفله ما عندهاش لا حليب لا ليكوش ولا ارسال ولا مساعده، يعني حتى الانسان لما بغاش يساعد كانسانيه، يعني ملي كنقولوا الانسانيه هي عاش الانسانيه. اول حاجه تقدر ترسل مبلغ مالي مع عائله او مع صديق تعتق فيها روح، ولكن باش كنشوفوا ان انسان كيدير الزبله قد راسه ومحامي وكان يدافع عن الحق والقانون وعلى الشعب المغربي، بينما هو الفاسد وهو المفسد وهو مرتكب جريمة في حق طفلة رضيعة، وهذا الشيء كامل باش يثبت أنه نازي. أوكي، إنسان كيخدم واحد الأجندات ديال الأحزاب أو كان مع حزب معين ماشي مشكل، ولكن ما ذنب الطفلة؟ شنو الذنب ديالها؟ الام ديالها كان عندك معاها علاقه، انت كتقول هي كتقول مزوجه، انت كتقول لا ما كانتش مزوجه، مده علاقه ديال 5 سنين. حنا ماشي مشكل، المغاربه الشعب المغربي غير مغفل، حنا عارفين القضيه كيفاش داير، ولكن الطفله فين هو الحليب ديالها؟ هنا اللي كنسول ان الناس الجمعويين الحقوقيين، اي مواطن مغربي كنقول ليه باش ان الواحد يشد الطفله ديالو رضيعة صغيرة وكيخليها تموت بالجوع، فين هي الإنسانية؟ علاش كنسميو راسنا حنا مسلمين ومغاربة؟ من أنا كنولي نقلب باش نساعدو هاد السيدة البنت. راه الجمعية ديالنا أوكي تكلفات بالملف بالمؤازرة من السيدة ليلى، أوكي مزيان، ولكن الجمعية غتكلف بالمنى ديالها، هادي غادي نزيدوها أوكي، ولكن أنت فينك؟ عندك الابناء ديالك العائله ديالك هذوك مزيان حلال عليهم، وهاد الطفله نخليوها للمجتمع، وكيقول لك حقا ملي كيجي الفساد. ملي غيجي الفساد؟ ان كان قال لي حاميها حراميها من واحد اللي كيقول لك انا كنحامي على الناس، هو مرتكب جريمه في حق الانسانيه. كنش لا شي فيديوهات لابسه هي اللبسه ديال المحاماه ديالهم، هذا هو اللي خلينا احنا في المحكمة قلنا كيف يعقل لمية محامي تدافع عن محامي كيبهدل البدلة السوداء. هذا واحد السؤال طرحناه مئات المرات وحتى اللي كيدافعوا عليه. بالنسبة فجينا احنا كنقولوا لهم يا مية محامي انتم ضد طفلة عندها 8 شهور، عيب حشومة، كينا صحافة كين مسؤولين الناس كيتفرجوا فينا، رحنا مغاربة حي بردوا دخلنا في مصالحة أن باش يكون هذاك الشيء. لا، قالك لا سيدي الإعلام، هو سيدي دابزو مية محامي دابزو مع طفلة عندها 8، دابا سول فيها شي واحد؟ يلا شكون اللي سول فيها؟ شكون اللي كيعطي هاد السيدة؟ ورغم ذلك أنا نقول لك واحد الرسالة، مي غاتسالي كورونا إن شاء الله وهذا الوباء شنو غادي يوقع؟ غيبغيو يزيدوا يضغطوا على هاد الليلة باش يطرحوها في السجن. وشوف الظلم كيدير، باش فين غيخشيوها؟ في السجن، يعني تعذبي في ماكلتك، تعذبي في مصروف بنتك، في المرض ديال بنتك. اوكي البنت نديرو نقول واحد الكلمه، سمعنا ان البنت مسكينه طاحت
غايديوها للمستشفى، شكون اللي كان معاه؟ سؤال، شكون اللي معاه؟ شكون اللي غادي يجيب لها الدواء؟ ولا الله يسر توقع شي حاجه، لان البنت حاليا انها خصها تحمى من جميع النواحي، حيت غير توقع شي حاجه للبنت غيحمل المسؤوليه الليله، هذيك الساعه غادي يعترفوا يقول لك واه قتلوا لينا بنتنا. مشكله هذه، مصيبه صافي. انا اسمحوا لي انا كنهضر بواحد الحرقه، لان ما بغيتش نتكلم كانسان جمعوي ولغه الخشب، كنتكلم كنعبر داكشي اللي في قلبي وداكشي اللي كنحس به وداكشي اللي كنشوفه. حنا راه ماشي كنجيو نقول لك لا، الا جيتي انت غدا المحامي يوسف من خلال نتوما كجمعيه وانتوما اللي شديتي هذا الليف هذا، واش كان شي علاقه حب ما بين ليلى و... لا، العلاقه ديال 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 سميتو. شوف انا كما قلتها واحد المره مرارا وتكرارا، الزوجة المحامي الحربي ما بها هي لا محامي لا الزوج ديالها لا حتى شي حاجه، هي هذيك العلاقه اللي شافتهم. يعني المراه راك عارف غير الغيره ديال المراه، ملي كتشوف الغير اللي كتشوف شي مراه انها كتعاش شي لحظات مع الزوج ديالها وهي ما عاشتهمش معاه، راه الخبر في راسكم. المغاربه راه عارفين ما كاينش شي واحد اللي ما غاديش يعرف. انا اللي كنت باغي نقول هو اللي كنت باغي نوصلو، ان وهذه من اخطر الاشياء اللي بغيتكم تركزوا فيها. واش اللي عنده النفوذ وعنده النفوذ والمال وعنده انه يجيب 100 محامي ضد طفله رضيعه ياك، وان مي غتسالي غنحاولوا نوركوا على الملف ونضغطوا بالضغوطات ديالنا ونجيبوا المحامي فلان والمحامي فلان والنقيب فلان وفلان وفلان وعلان وترتلان، اوكي مزيان. هادشي كامل واش هاد نور محسوبه على المغرب ولا على شي دوله اخرى؟ واش هاد نور او ليلى كانت عذراء؟ واش ليلى عذراء؟ يعني غير جات ولدات نور الله نكونوا جات خسارت ما قالتش فين فين غير هاد المحامي. القضيه باينه واضحه، كانت هو اثبات النسب ديال البنت في الاسره، محكمه الاسره، من محكمه الاسره تحولت جنايات. كيف يعقل الملف كله مفبرك، الملف فيه حقره، الملف يعني اش غنقول لك، القوي كياكل الضعيف. ونتمنى ان شاء الله ان نتمنى الا كانت الانسانيه الانسان تكون شويه عنده شويه ديال الرجوله ويخرج ويقول كنتحمل المسؤوليه ديالي في هاد الطفله. وشكرا وكنشكر الشعب المغربي اللي وقف مع الطفله نور، كنشكرو وكنقول دائما الشعب كيما وقف مع نور في حقها مازال غادي يوقف معها من بعد هاد الوباء ان شاء الله ما غادي يزول. فكنقول واحد الرساله، ان الشعب المغربي هو اللي دائما ملي كتولي القضيه راي عام فهو اللي كيكون واحد الدافع قوي اللي كيدافع على المظلومين. فشكرا شكرا للشعب المغربي اللي غادي يعاوتاني ان شاء الله ملي غيدوز هذا الوباء، غادي يكون صد منيع للجميع من تخول النفس ديالو انه فوق القانون. من خلال التواصل ديالكم مع انتم كجمعيه كيدير الحاله النفسيه ديالها؟ الحاله النفسيه ديال ليلى دائما كتحس بالحقره، فهمتيني؟ راه الانسان ما باغيش شي حاجه، باغي حقه، فهمتيني؟ انت ملي كطالب بحقه كاين واحد كيصيفط لك يقول لك لا كانت عريانه وطفله، ما كنهضروش على العره، اجدنا حنا العره، لا كانت علاقه، لا كانت في 5 سنين، لا كانت في لوطير، كانت في مراكش. حنا ملي كنشوفوا ما كنشوفوش دائما الناس الكبار، الكبير راه ما كتشوفوش، راه شكون اللي كتشوف؟ كتشوف الطفل اللي كيتالم، الطفل اللي غادي يخرج للمجتمع، الوجود ديالو هكا. باش خصها تكون عندنا واحد العقليه، اننا دائما كنشوفوا اطفال جيل المستقبل، لان الانسان ملي غيكبر غيقدر يسمع السبال، المعيور، باك خلاك، فلانه، انت بنت فلانه، هنا كيوليو واحد العقد نفسانيه. تقدر الانسان كيولي يخرج مجرم، يخرج يعني كيدير بزاف ديال الامور اللي هي ما كتخيلهاش نتايا، وملي كنجيو نرجعوا للمصدر كنلقاو هاد القضايا اللي كنتكلموا عليها. ما غاديش الجمعيه ديالكم ما غاديش تخلى على نور بالشعب ابدا. شوف نور علاش ما تخليوش عليها؟ لان الا جينا نهضروا بالمنطق او نسميو راسنا مريقيه كما كنقولوا، كنا غنمشيو مع الصنف، غنمشيو مع المحاميه، فهمتيني؟ هذا هي اللغه ديالنا بالمنطق. الا كنا مريقيه ومسترزقين وهذه راه يستحسن بعض الاشاعات على هذا
هاد الاشاعات اللي كانت دائما كتعرف التيران كيكون كبير كما كانت الاشاعات في القضيه ديال البيدوفيل اللي خدا 20 عام ديال الحبس. انجاز كبير ديما كيكون واحد التشويش. حنا ما كنمجوش نمسكو شي قضيه وغير هكاك، لا كنمسكو كنعرفوا الانسان راه مظلوم وتحقر. اهم حاجه عندنا هو الحقره.